السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية جميعا. معكم إبراهيم أبو راشد من دفعة مجد. إن شاء الله اليوم راح نكون مع بعض بشرح المحاضرة رقم 13 من مادة الإنترو، واللي هي المحاضرة الأخيرة بمادة الميد. فإن شاء الله تكون محاضرة سهلة وبسيطة. بسم الله نبلش. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتنا الحكمة وفصل الخطاب. تمام. المحاضرة عنوانها Selecting a Method of Data Collection. بالمحاضرة الماضية رقم 12 عرفنا اللي هي الطرق الأساسية لجمع المعلومات، وإنه عندنا شغلتين أساسيات Primary و Secondary، اللي هم إنه Primary باختصار إنك أنت تروح تجمع المعلومات بذاتك، Secondary إنك لا تكون المعلومات موجودة على الجاهز وأنت بس تأخذها وتحللها. Primary عرفنا إنه في ثلاث أنواع منها: Observation و Interviewing و Questionnaire. الاوبزرفيشن اخذنا شو تعريفها شامل وحكينا شو ايجابياتها وشو سلبياتها. الانترفيوينج والكوستشنير حكينا تعريفهم بس ما حكينا لا ايجابياتهم ولا سلبياتهم. فبنبلش محاضرتنا اليوم باللي هي ايجابيات وسلبيات كل واحده منهم، وبعدين نتطرق على عده شغلات ثانيه متفرقه. طيب، اول شيء بحكي لك شو هي ادفانتجز اوف كوستشنير، اللي شو ايجابيات الكوستشنير. طب نتذكر من المحاضره الماضيه ايش يعني كوستشنير، انك انت تجيب هي زي فورم سواء ورقي او الكتروني، تعبيه باسئله وتعطي للناس تاتوا الناس يعبوه، مش اوبزرفيشن، مش انت تراقب الناس، ولا انترفيوينج انت تروح على واحد وتساله، يعني تصير تساله بلسانك ويجاوب عليك. لا، انت بتطبع مثلا عده اوراق او بتعمل فورم بتوزعه بغض النظر وين، والناس نفسها هتجاوب. فمن طبيعه الطريقه هاي نفسها، فاكيد حتكون less expensive. ليش؟ لانه انت ما مش جايب موظفين يراقبوا، ولا جايب ناس تقابل ولا اشي، انت اللهم كبيرك يعني، غير تعب حالك تكتب الاسئله وشويه فلوس على طباعه الورق، وحتى الايام هاي حكينا صار على اونلاين كله، فابدا مش ما بتكلف بالمره. less expensive as you do not interview your respondents, you save time and human and financial resources. فانت بتوفر وقت وجهد ومال. ثاني شغلة، ثاني إيجابية إلها، it offers greater anonymity. إيش يعني؟ إذا تسمعوا هاكر anonymous، اللي هم يعني إنه أنت شخص مجهول الهوية. As there is no face-to-face interaction between respondents and interview. يعني البني آدم اللي بيجاوب مش عم بيشوف اللي بيقابله. هاي شغلة تعتبر إيجابية. ليش؟ إنه بحكيك in some situations where sensitive questions are asked, it helps to increase the likelihood of obtaining accurate information. مثلا كنا بدنا نعمل دراسة عن إشي بتعلق بالحياة الجنسية، أو مثلا مش بالضرورة هيك، ممكن تروح أنت على واحد تسأله كم مرة بتفرش أسنانك اليوم. إذا أنت بتسأله بوجه لوجه أكيد حيجاوبك ثلاث مرات، يعني حتى وإنه بفرش أسنانه من أصل. أما بالورقي هو مش شايف إنك قاعد تطلع عليه، فممكن إنه لا يكون أكثر صدق معك يعني. فهذول اللي هم الشغلتين الأساسيات بنعتبرهم إيجابيات، إنها غير مكلفة وإنها بتعطي الشخص إنه بحس إنه مجهول يعني. هسا بنبلش بالديسأدفانتجز اللي هي السلبيات. Application is limited. مش كل شيء بنفع تجاوب عليه على ورقة وقلم، لا، في شغلات انت لازم تسمعها، في شغلات لازم تشوفها. Response rate is low. غالبا الناس بتسحب، يعني احنا قديش بنشوف كل يوم فورمات على الفيسبوك، عبونا هالفورم عبونا هالفورم، وكثير بنسحب. حتى لما تداوموا بالجامعة رح تشوفوا بيجوكوا ناس طلاب ماجستير، طلاب هاي بكونوا قاعدين انتوا بتفطروا هاي او قاعدين مع الشباب تشرب قهوة، بيجوا عليك بيحكوا لك عبونا هالفورم، وانتو غالبا تعتذروا منهم. فبيحكوا لكم بالعادة response rate is low، مش لما تمسك مايك وتروح على واحد رح يتوتر وخص غصبا عنه رح يجاوب. طيب بحكي لك شو العوامل اللي بيعتمد عليها، اللي هي انه قديش الناس حتتجاوب معي. The response rate depends upon a number of factors. The interest of the sample in the topic of study. هل الاشي اللي انت عم تعمل عنه بحث مهم للناس؟ يعني مش كل الشغلات مهمة لطالب جامعة، هاي شغلة. The layout and length of the questionnaire. إذا أنت بعت لواحد فورم خمس صفحات غصبا عنه ما لو كان بحبك ما حيحله. The quality of the letter explaining the purpose and relevance of the study and the methodology used to deliver the questionnaire. هسا ممكن يكون الإشي مهم للطالب، وممكن يكون برضه مش طويل بس صياغته غلط، إشي مش لطيف، فصير إشي منفر بدل ما إنه يكون إشي جذاب، فالناس تنفر منه.
وبحكي لك نيرس موزريت از نوت ا بروبلم وين كوستنير از ادمنسترد ان كولكتيف سيتويشن، مش زي مثلا الانترفيوينج اوبزرفيشن، يعني انت بكل الاحوال حتاخذ العدد كامل، يعني ما بيكون في عندك سلبيه اللي هي انه والله الناس حتسحب بالاوبزرفيشن او بالانترفيوينج، اما الكوستنير لا تعتبر مشكله. طيب ثالث سلبيه، ذير از ا سيلف سيلكتنج بايس، البني آدم وهو بحل مو بالضرورة يكون فاهم السؤال 100%، فمرات بيجاوب بطريقة خاطئة. أربعة اللي هي opportunity to clarify issues is lacking، مثلا بني آدم ما فهم السؤال غالبا ما حتكون أنت فوقه وهو بحل بيعبي الفورم فما راح تقدر تجاوبه. خمسة spontaneous responses are not allowed for، نفس الإشي مرات أنت بتكون بدك تشوف ردة فعله المباشرة للسؤال فما بتقدر بحالة الـ questionnaire. The response to question may be influenced by the response to other questions، مرات انت بتجاوب سؤال بالفورم بناء على جوابك على سؤال قبليه، وهذا الاشي مش كثير محبذ، يعني لانه بصير اشي نوع ما من الرتابة، يعني بصير بني ادم يخلص فخلص، يعني كيف بصير كيف جاوب السؤال قبليه حيجاوب نفس النمط. هذا الاشي بتقدر تتلافى بالـ observation والinterviewing. سابع شيء it is possible to consult others، انت مش دائما بدك البني ادم انه يروح يسال، انت مرات بدك انه هو شو رايه الشخص بالموضوع او شو هو كيف هو بفكر، فمش صحي دائما انه يروح يسال اي حدا ويستشير حدا. اخر سلبيه response cannot be supplemented with other information، والله البني ادم لو انت بتعمل مقابله سالته سؤال جاوبك عليه ما حسيته أعطاك الإجابة الكاملة، بترجع تسأله بتلف وبتدور بترجع تعطيه السؤال بطريقة ثانية. أما لو كوستينير ما حتقدر تتأكد، يعني ممكن يعطيك إجابة ناقصة بدون ما تقدر ترجع تراجعه بهاي الشغلة. هاي بالنسبة للكوستينير. هسا بنفوت بالانترفيو نفسها اللي هي المقابلات. Advantages the interview is more appropriate for complex situations، يعني مش كل الحالات حكينا فوق انه ممكن نحلها بورقة والقلم، لا في شغلات لازم انه نسمع ونشوف، فالحالات المعقدة اكثر تحتاج انترفيو. It is useful for collecting in-depth information، حكينا الشغلات معقدة وعميقة بتحتاج انترفيو. Information can be supplemented زي ما حكينا فوق، اذا انه في اشي ما كان واضح او كان حسيت فيه لازم استزادة تقدر تسألها مباشرة. Question can be explained نفس الاشي، اذا انه كان في سؤال مو واضح بالكوستينير ما حيقدر يسالك حكينا غالبا، اما بالانترفيو عادي سؤال مش واضح ممكن هو يسالك، ممكن انت نفسك تحسه من جوابه تحسه ما فهم السؤال فانت ترجعه تساله بطريقه ثانيه. اذا منتبهين السلبيات والايجابيات هون وهون بعكسه بعض. Interviewing has a wider application، حكينا له مجال اوسع من التطبيقات لانه صوت صوره ممكن يكون مش بس كتابه. طيب شو سلبيات؟ interviewing is time consuming، حكينا اشي اكيد حيتعب انك تجيب كل شخص وتقعد معه 10 دقائق ربع ساعة اقلها، expensive لانك حتجيب طاقم كبير وبدك موظفين وحياخذ منك مكان بدك تعمل فيه interview هيك، فحيكون مكلف اكثر. the quality of data depends upon the quality of the interaction، اذا ما كان في تفاعل بين اللي بيسأل واللي بيجاوب حيكون الكواليتي اوف داتا جودة المعلومات مش كثير احسن شيء. ذا كواليتي اوف داتا برضه ديبينس ابون ذا كواليتي اوف ذا انترفيور، يعني اذا انه الشخص اللي بقابل مش شخص عنده خبره ممكن ما يطلع المعلومات بالطريقه الصحيحه. ذا كواليتي اوف داتا ماي فاري وين ماني انترفيورز ار يوزد، هسه اذا بدنا نعمل دراسه على عدد كبير من الناس مستحيل نخلي نفس الشخص هو اللي يسالهم كلهم، فمحتاج اكثر من شخص. لما نوصل لهي المرحله انتم عارفين البشر مش كلهم بيفهم نفس الطريقه، فممكن تختلف جودة البيانات مع اختلاف اللي هم الباحثين نفسهم اللي بيعملوا المقابلات عفوا. The researcher may introduce his hair bias، نفس الاشي مشابهة باللي فوق، ممكن الباحث يكون عنده خطأ شخصي ما بنقدر نتلافاه، اما لما تكون مثلا فور خلص بندقق مرة مرتين ما حيكون في اي اغلاط شخصية، اما كاشي عملي بالحياة العملية صعب انك تقدر تتلافى الاخطاء 100% بمقابلة صوت وصورة. تمام هاي حكينا هسه بسرعة اللي هي الايجابيات وسلبيات كل واحدة. هسه بدنا نحكي عن طبيعة الاسئلة نفسها اللي بنسألها خلال شو اسمه خلال الكوستينير او خلال الانترفيو. طيب باختصار في عنا نوعين من الاسئلة، الاوبن اند والكلوزد اند. ايش الفرق بيناتهم؟
لو بدنا نحكي الاوبن اند اللي هي لما يجي كان يجينا ايام المدرسه، ما رايك، عبر، مش عارف ايش، هاي الشغلات. الكلوز اند اللي هي بتكون ضع دائره صح وغلط، اختر اختيار من متعدد، انك تختار اكثر من وحده. فهاي الفرق بيناتهم. وبدون ما قبل ما نشرح بدون ما نشرح اكيد انتم كل عندكم تصور ايش سلبيات وايجابيات كل واحد، ومتى نستخدم هذا ومتى نستخدم هذا، بس خلينا نمر عليهم حسب ما هي مكتوب. The form and wording of questions used in interview or questionnaire are extremely important as they have an effect on the type and quality of information obtained from a respondent. حكينا كثير مهم انك كيف تطرح السؤال، سواء مقابلة او خلال فورم مكتوب. The wording and structure of questions should be appropriate, relevant and free from any of the problems. حكي أنا لازم سؤالك يكون مدروس ويكون مناسب وإله علاقة بالموضوع البحث، وشغلات دون ما أحكيها واضحة. In an open-ended question, the possible responses are not given. حكينا الـ open-ended أنت ما بتحكي له مثلا قيم من 1 لـ10، لا، تحكي له شو رأيك أو كيف تجربتك، كيف شو انطباعك. In the case of a questionnaire, the respondent writes down the answers in his or her words. لم يعني لما يكون questionnaire هو نفسه بكتب على الورقة كلماته. أما بالinterview, the investigator records the answer either verbatim or in summary. Verbatim يعني إنه حرفيا، or in summary باختصار، يعني ممكن بس تخلص المقابل يا إما بكتب كيف حكي بالضبط يا إما فيش داعي، لأنه البني آدم مرات بيرغي زيادة فبيعطي الملخص. In a closed question, the possible answers are set out in the questionnaire or schedule, and the respondent or the investigator takes the category that best describes the respondent's answer. حكينا أنت السؤال بنعطاك وبعطيك الخيارات اللي بتقدر تختار منها، بتقدر تحط عليها تيك يعني إنه صح أو إشي زي هيك. It is usually wise to provide a category other. Please explain to accommodate any response not listed. بحكوا لك دائما الحلو حتى لو انك اضطريت تستخدم اللي هي الكلوزد اند، يعني انت محتاج هاي، لا، حط دائما خيار اخرى لحتى البني ادم لو مش قادر يعبر. مثلا لو حكيت له اعطيني من 1 لـ5 تجربتك عن الطلعه، ممكن ما يعرف يعبر، او مثلا في شغله حاب يحكيها بنفسه. فانت بحكوا لك دائما حاول حط دائما اذر فيزيكس اكسبلين، على اساس انه اي حدا في عنده شيء يوضحه بزياده. تمام، نمر سريعا على الايجابيات وسلبيات كل واحد منهم. اول شيء بدنا نحكي عن الاوبن اند. الايجابيات: provide in depth information if used in an interview by an experienced interviewer. ركزوا عليها هاي، تعطينا معلومات عميقه، معلومات انه جد يعني انت بتحتاج هاي المعلومات. ما بتقدر، مش دائما الرقم بيقدر يعطيك التجربه الصافيه، لا، انت مرات بتحتاج جد تجربه كامله، تحتاج الشخص يشرح لك. فبس بدك تنتبه انه if used in a with an experienced interviewer، مش اي بني ادم بيقدر يعطيك انه الاشي بطريقه صافيه، لازم يكون حدا عنده خبره حتى تقدر تستفيد. وبرضه in a questionnaire it provide a wealth of information provided responses feel comfortable about expressing their opinions and are fluent in the language used. يعني متى برضه تكون إيجابية للأوبن إند؟ إذا إنه البني آدم اللي قاعد بيعبي الفورم هو عن جد شاطر بالتعبير. يعني في ناس مش بالضرورة يكون شاطر بالتعبير بالكتابة، ممكن حكي يعرف، بس في حال الكتابة إذا إنه كان البني آدم بيعرف يعبر وشاطر باللغة رح يقدر يعبر بطريقة منيحة، وهذا إشي أنت بتحتاجه، إنك لأنك أنت بتحتاج تفهم الناس قد ما تقدر. هاي أول إيجابية. ثاني واحدة: in a questionnaire it provides respondents with the opportunity to express themselves freely, resulting in a greater variety of information. Thus, respondents are not conditioned by having to select answers from a list. يعني أنت مشابهة للي فوق، أنت بتعطي للبني آدم حريته، ما بتحصره بإشي، فالواحد بيقدر يعبر بطريقة أحسن من إنك حطيت له ليست ويلا أعطيني. Allow respondents to express themselves freely. They virtually eliminate the possibility of the investigator bias. إيش يعني هاي؟ مثلا اعطيكم مثال، انا بني ادم لو حدا اجى علي حكى لي انا حضرت فيلم وبقيمه 10 من 10، انا ايش راح اكيف؟ لانه انا ابراهيم يعني كل ما احضر 600 فيلم عبين ما احكي فيلم عنه 10 من 10. بس مش كل الناس هيك، ممكن فيلم واحد حضر فيلم عجبه عادي، يعني بس عجبه خلص حيعطيه 10 من 10. فعشان هيك لا، انت بتمنع هذا الاشي.
allow respond to express themselves freely. يعني هم هو يجي يحكي لك يشرح لك انا حبيت في هاي الشغلات ما حبيت في هاي الشغلات وهيك انت لحالك راح تستوعب. اما حكينا الرقم مش دائما عند كل الناس نفس الشيء, فعشان هيك الاوبن اند لا انت بتخليه يشرح براحته. هاي اللي هي الايجابيات. طب ايش السلبيات؟ حكينا من قبل انه انت لما تخلي ناس تحكي براحتها هتهبد كثير وحتروح ويمين وشمال كثير, فحتكون اصعب عليك. analysis is more difficult لانك انت اول عاخر بعد ما تخلص هاي الشغلات بدك تحول الحكي كلياته لارقام لاحصائيات لنسب مئويه. ما بتقدر تخليه هيك حكي راس كلام على اساس انك تعمل دراسه علميه صحيحه. اول عاخر حتضطر تحوله. ف analysis is more difficult. The researcher usually needs to go through another process, content analysis, in order to classify the data. تمام, هاي أول سلبية. الثانية, free choice is that in a questionnaire some respondents may not be able to express themselves and so information can be lost. برضو حكينا هون عن إيجابية بس برضو سلبية. مش كل الناس بيعرفوا يعبروا. حكينا ممكن أنت تحكي له, ممكن بعض الناس يكون الأحسن إله لا والله خلص. مثلا أنا برضو مثال ثاني, طلعت بكريم بس انزل من هاي خلاص انا مش فاضي اقعد اعبر واحكي عن والله السواق كان منيح وما كانش منيح وراح من طريق كلها ازمه وكان يدخن مش عارف ايش. خلاص انا بدي اعطي واحد من واحد لخمسه واخلص يعني. فهاي سلبيه انك مرات خلاص الواحد ما بيكون قادر انه يعبر بوضوح عن رايه فمحتاج انه كلوز اند. There is a greater chance of interviewer bias. برضه هاي يعني هي صراحه يعني مش شيء ثابت وميزان, يعني انه مش دائما هيك صح ومش دائما هيك صح. حكينا قبل انها انت بتخلي البني ادم يعبر عن حاله براحه, بس برضو مرات لما البني ادم يعبر عن حاله براحه ممكن الانترفيور اللي هو اللي بيعمل المقابله يفهمه بطريقه مختلفه. فبرضو هاي بتضل سلبيه. اذا بتلاحظوا كثير متشابهات فبعينكم الله بدكم تنتبهوا على الفروقات بيناتهم. وزي ما حكيت لكم يعني مش ما في إشي صح دائما ما في إشي غلط دائما, بس افهموهم الثنتين وحسب السؤال بتجاوبوا. تمام, هاي حكينا عن الاوبن اند اللي هي ما بيعطيك خيارات. هسه بدنا نحكي عن الكلوز اند اللي هي بيعطيك خيارات. طيب, one of the main disadvantages is that the information obtained through them lacks depth and variety. زي ما حكينا فوق اذا بتتذكروا لما حكينا عن الانترفيو والكوستشنير, ايجابيات هاي سلبيات هذيك. هون نفس الإشي تقريبا. الايجابيات تاعيت الكلوزد end اللي هي سلبيات الopen end والعكس صحيح. فبحكي one of the main disadvantages is that the information obtained through them lacks depth and variety. ما فيها عمق, ما فيها تنوع, ما فيها هاي. خلاص انت يعني كل الناس حتجاوبك يعني واحد من الخيارات الأربعة اللي انت حاطهم. ما في حدا حيشرح لك أكثر, ما في حدا حيوضح لك, ما في اختلاف خلاص. فهاي شغلة مش دائما منيحة. There is a greater possibility of investigator bias because the researcher may rest only the response patterns that come to mind, even if the category of other is offered. Most people will usually select from the given responses. بحكيك حتى لو انك انت حاطط خيار other, مش دائما كل الناس حتحب تحط other. خلاص هي حتشوف اقرب اشي للجواب. مثلا انت حاطط من كيف تقيم من واحد لخمسة, ممكن بني آدم يكون ما بده يعطي خمسة, بده يعطي أربعة ونص. فما أكيد مش هيروح يعطي يكتب أذر ويكتب لا أنا بعطي أربعة ونص عشان مش عارف شو. لا خلص هو هيحطها إنه خمسة أو يحطها أربعة. فمش دائما بتكون إنه مش دائما الناس تستخدم خانة أذر. In a questionnaire, the given response pattern for a question could condition the thinking of respondents, and so the answer provided may not truly reflect respondents' opinions, rather they may reflect the extent of agreement or disagreement with the researcher's opinion or analysis. ايش يعني؟ بحكي لك مرات انت لما تكون كاتب سؤال مش بالضروره انك الخيارات لما تحطها انت تكون تعبر عن الشيء اللي هو اللي بده اياه, الشيء اللي ببال بدك تعمل عليه البحث. فبحكي لك انت لما تعطيه خيارات محدده زي كانك خلص بتحدده بهاي الشغلات, ما حيقدر يفكر برا هاي الاشي. فهذا اشي سلبي مرات. And so the answer provided may not truly reflect respondents' opinions, rather they may reflect the extent of agreement or disagreement with the researcher's opinion or analysis of a situation. لو بدي اعطي مثال, مش عارف شو في مثال, ممكن لو نحكي لما يجي سؤال غلط بالامتحان. لما يجي سؤال غلط ويكون محددك بالاجابات انت بتضلك تلف وتدور تلف وتدور تلف وتدور وانت
يا أخي خلاص، هو هي هاي الإجابات، فبتصير بدك تطلع إشي منطقي من الإشي الغلط، مع إنه كلهم غلط مثلاً، أو كلهم مش اللي أنت مقتنع فيهم، تمام؟ بس أنت مضطر بالآخر إنك تجاوب لأنه ما في غير هيك، فهاي واحدة من السلبيات، تمام؟ The ease of answering a ready-made list of response may create a tendency among some respondents and interviewers to take a category or categories without thinking through the issue. هاي أنا صراحة كثير بعملها، بلاقي فورم بقرأ أول كم واحد موافق 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 بشدة وافق وافق زي هيك، بعدين خلاص ببطل أقرأ الأسئلة لأنه بكون عارف إنه مثلا الخمس أسئلة جايات على نفس هذا النمط، فبقرأش السؤال وبعمل موافق على القبلية، أو بكون غير موافق وبعمل على غير موافق على الخمس الأسئلة بعديها، فهاي برضو من سلبياتها. Close the question because they provide ready-made categories help to ensure that the information needed by researcher is obtained and the responses are also easier to analysis. اللي هي حكيناها هنا، ما انت ما مش معطي مجال للحدا انه يشطح ولا انه يروح يمين وشمال، بالعكس انت معطيه شغلات سهله ومش حيكون عندك كم كبير من المعلومات، وحتكون سهله جدا للتحليل، وحتى ممكن على الكمبيوتر يعني دون ما انك انت تحللها الكمبيوتر يعطيك كل شيء انت محتاجه. هاي بالنسبة لإيجابيات وسلبيات اللي هي closed questions. هسا بحكي لك إنه بس كم خلي ببالك كم شغلة وأنت بتصيغ الأسئلة تاعيتك عشان إنك تطلع بأكبر فائدة ممكنة. بحكي لك always use simple and everyday language، لا تتفلسف على الناس، أنت مش جاي تختبر عربيتهم، أنت جاي تعمل عليهم بحث أو دراسة. Do not use ambiguous questions، برضو لا تسأل أسئلة غامضة، يعني برضو إحنا مش برواية ولا بإشي، أنت بدك إشي مباشر. Do not ask double barreled questions، يعني ما تحكي والله شو رأيك بهذا الإشي، وإذا إنه رأيك مني موافق شو إيش بتعزز يعني، أو من أي ناحية بتوافق. برضو يعني حاولوا دائما كونوا بسيطين قدر الإمكان حتى تقربوا من الناس قدر الإمكان حيث تطلعوا بأكبر استفادة. Do not ask leading questions which by its content structure or wording leads a respondent to answer in a certain direction. يعني يكون السؤال نفسه جوا السؤال أنت طريقة صياغته أو طريقة طرحك للسؤال يعني خلاص البني آدم راح يجاوب بناء على السؤال نفسه. مثلا بدي احكي لكم شو اسكى مطعم شاورما، شاورماجي صح؟ تحرك تحكي صح يعني، لانه طريقه طرح السؤال هي بتخليك انك تجاوب، طبعا مش كل حيجاوب صح يعني، بس انه كثير ناس حيكون في بايس انه يتاثروا بالطريقه هاي. Do not ask questions that are based on presumptions، يعني لا تكون انت مفترض شغله تمام وحايك يعني عامل فيلم هندي جوا راسك بعدين تروح انت تسأل بناء عليه، لا عادي يعني حاول انك تكون واضح وتبعد عن اي افتراضات شخصية جواتك عشان تطلع باكثر اشي مفيد للدراسة نفسها. هيك بنكون خلصنا اول شغلة من اللكتشر هاي اللي هي ايجابيات وسلبيات الكوستينير والانترويوز، وحكينا شوي عن كيف نطرح الاسئلة، وان شاء الله بالبارت الثاني راح نكمل اللي هم الثلاث شغلات هذول وبنرجع لكم. تمام، يعطيك العافية، نكمل بالمحاضرة. حكينا بالأول جزء من المحاضرة اللي هي الإيجابيات والسلبيات كل من الكوستشنير والانترفيوز. بدنا ضل عندنا ثلاث شغلات نحكيهم على السريع إن شاء الله ما بنطول فيهم. أول شغلة الكونستركتيف ريسيرش انسترومنت إنها كوانتيتيف ريسيرش، اللي هي بدنا نحكي فيها عن إنه جودة المعلومات نفسها، البيانات اللي إحنا بنجيبها قديش مهمة جودتها وكيف نتأكد من جودتها. بعدين methods of data collection and qualitative research، qualitative research شو الطرق اللي بنستخدمها، وعندنا ثلاث طرق بدنا نعرف ناخذها على سريع عنهم لحتى نعرف كل واحد فيهم. واخر شيء بحكي لك collecting data using secondary sources اللي حكينا عنها قبل شوي او مش عارف الحاضر الماضية، انه مش انت نفسك اللي تعمل البحث، لا يكون حدا عامل البحث وانت تستفيد من المعلومات اللي هي موجودة اصلا. تمام، فنكمل بالمحاضرة. بحكي garbage in garbage out، the research tool provides the input to a study and therefore the quality and validity of the output the findings are solely dependent on it. ايش يعني؟ في مثل بحكي garbage in garbage out، يعني وسامحوني على اللفظ، اذا مدخلاتك زباله مخرجاتك زباله. فهو بحكي لك عن انت البحث تاعك لما تيجي تعمله بتحتاج للبيانات، بيانات هاي اذا ما كانت منيحه ومدروسه بطريقه منيحه وجبناها بطريقة منيحة وتأكدنا 100% إنه كل جودتها عالية، نتائج البحث هتكون سيئة، شو ما كان البحث إنه بعدين مشينا فيه بطرق علمية صحيحة،
اذا المدخلات تاعتك غلط مش حيكون اشي منيح. فعشان هيك بحكي لك انه في عندك شوية شغلات مقترحة قبل ما تبلش اي بحث. اول خطوة انك if you have not already done clearly define and individually list all the specific objective, research question or hypothesis. يعني بدك تجيب كل الشغلات الاهداف تاعي البحث والاسئله اللي بدك تسالها والنظريات كلياتها تكتبها، لانه معروف قبل ما تعمل اي شيء لازم تكون عارف شو الشيء اللي بدك تعمله ويكون واضح امامك وامام غيرك، بحيث انه لو شتيتوا على الموضوع تعرفوا لشو ترجعوا. هاي اول خطوه. ثاني خطوه، هسه لكل اوبجكتيف لكل هدف او لكل سؤال او لكل نظريه بدك تجيب كل الاسئله الممكنه حوالين الموضوع وتذكرها. مثلا احنا بدنا نشوف العلاقه بين سرطان الرئه بين التدخين وسرطان الرئه. ما باجي مع بالبحث انه هل انت مدخن وبعدين خلص سرطان الرئه. لا، بدك تجيب هل انت مدخن، كم صار لك بتدخن، كم سيجاره بتدخن باليوم، شو نوعيه الهاي، متقطع ولا مش متقطع، في وراثه مثلا، عندك امراض ثانيه غير عندك امراض بالرئه غير تعيت التدخين. يعني مفروض تلم كل الاسئله اللي حوالين هذا الموضوع وتسالها بحيث انك تكون عندك صوره شامله عن كل هاي الاشي، مش والله بعدين انه انت بعد ما تساله تصير تحكي والله طب كان ممكن انه يكون بيسبب شغله ثانيه، او بلكي عدد السجائر ما بياثر على هل فعلا بيعمل سرطان او لا. مش عارف اذا وصلتكم الصوره بالضبط، بس انه هذا هو المبدا، انه حاول تلم كل الاسئله حوالين الاشي بحيث انك تقدر تحصر الموضوع وتطلع بادق النتائج. بعدين بحكي لك take each question that you identified in step 2 and list the information required to answer it. بعد ما تحدد الاسئله بدك تعرف شو المعلومات اللي لازم عشان تجاوبها. يعني انت لما تسال البني ادم لازم تكون عارف شو رده، ولازم تكون عارف شو الرد المقبول وشو الرد المش مقبول، بحيث لو كان فاهم سؤالك غلط لا تكون عارف شو الصح وتصحح له. اخر شيء formulate question that you want to ask of your respondents and obtain the required information. انت بعد ما صغتها بطريقه علميه، مش عامة الشعب مش حيفهموا هيك بطريقه علميه، لازم formulate يعني انك تعيد صياغتها طريقة انه الكل يفهمك فيها. هاي بالنسبة للخطوات انه كيف تضمن انه جودة البيانات تكون ممتازة. تمام، فبحكي لك بعد ما ضمننا هاي الشغلات وجبنا معلومات ما ببلش البحث تاعي مباشرة، بعمل بريتستينج. ليش؟ بحيث اذا كان في اي خطأ اتلافاه قبل ما ابلش على نطاق واسع. فبحكي لك بريتستينج ريسيرش انسترومنت انتيلز ا كريتيكال اكزامينيشن اوف ذا اندرستاندينج اوف ايتش كويستشن اند اتس مينينج از اندرستود باي ا ريسبوندنت. زي ما فهمها مين؟ البني آدم اللي بدك تأخذ منه البحث. يعني أنت بدك بدك تحط حالك مكان البني آدم العامي اللي أنت بدك تعمل عليه البحث وتشوف هل أنا فعلا فاهم البحث وفاهم كيف أجاوب ولا لا. A pre-test should be carried out under actual field conditions on a group of people similar to your study population. بتجيب ناس شبيهين بالمجموعة اللي أنت بدك تدرسها وبتعمل عليهم دراسة مصغرة قبل ما تعممها. طيب ليش بنعمل هالشيء؟ حكينا identify if there are problems in understanding the way a question has been worded. نرجع. فبحكي لك identify if there are problems in understanding the way a question has been worded. يعني تتأكد إنه السؤال مطروح بطريقة صحيحة وما في أي غلط بفهمه. وثاني شغلة appropriateness of the meaning it communicates whether different respondents interpret a question differently. يعني ممكن السؤال تكون صيغته مش كثير واضحة، تمام، فالناس المختلفين يفهموا، كل واحد يفهموا بطريقة مختلفة. مثلا بدي أحكي إنه أبوك كبير بالسن ولا لا، ممكن واحد يحكي لك هو أبوه عمره أول 60، ممكن واحد أبوه أول 50 يحكي لك برضه، واحد 70 بحكيك يعني نص نص. فما بدك زي هيك، انت بدك تحدد اشي واضح. مثلا ما بتسأله ابوك كبير، بتحكي له كم عمر ابوك. فهاي هي انك تكون متأكد انه كل الناس يفهموك بنفس الطريقة. وطبعا if there are problems you need to re-examine the wording to make it clearer. يعني لازم تعيد صياغة السؤال حيث انه يصير اوضح. طبعا بحكوا لك في ثلاث عوامل لازم تكون موجودة باي بني ادم بدك تعمل عليه البحث لحتى يكون البحث انه المعلومات ضابطه.
فبحكي لك اول شيء موتيفيشن تو شير ذا ريكويرد انفورميشن، يعني انه هو اول شيء لازم يكون حابب يعطيك، مش انه مخاجل او شيء زي هيك، فلانه ما حيعطيك الصافي، ما حيعطيك انه شيء منيح، راح تكون بس رفع عتب زي ما بيحكوا. ثاني شيء كلير اندرستاندينج اوف ذا كويستشنز، يعني يكون فاهم عليك شو عم تسال، مش انه انت بتسال بالشرق وهو بجاوب بالغرب، لازم يكون فاهم السؤال نفسه. ثالث شيء بوزيشن اوف ذا ريكويرد انفورميشن، يعني يكون عنده معرفه، يعني اوكي فاهم السؤال بس هو ما عنده الجواب، شو استفدنا؟ لا، لازم يكون عنده هذول الثلاث شغلات، انه هو حاب يشارك، وانه هو فاهم شو السؤال، وانه هو فعلا يكون عنده الجواب بحيث يعطيك اياه. هذول الثلاث شغلات اذا تواجدوا باي بني ادم بقدر اعتبره بني ادم انه بنفع له حتى اجري عليه دراسه. هاي بالنسبه للشغله الثانيه اللي هي constructing research instrument. بدنا نحكي سريعا عن methods of data collection وال secondary sources. بحكي لك most qualitative study designs are method based. The method of data collection seems to determine the design. يعني بناء على كيف طريقة ال data collection فيها بنسميها. يعني إذا إنه يعني مش عارف بدي أوضح، بس باختصار كيف نجمع المعلومات بنسمي طريقة البحث هاي. فمثلاً participant observation، ليش؟ عشان نعمل observation للناس. secondary sources لما نأخذها من secondary sources. and structured interviews اللي هي عبارة عن ثلاث شغلات بدنا نحكي عن كل واحدة فيهم سريعاً. in-depth interviewing و focus group interviewing نفس الاشي، بس بيختلفوا انه الجروب بتكون انه مع مجموعة واللي هم نفس المحاور ونفس طريقة البحث. الناراتيفز اند اورال هيستوريز لا بتختلف. الناراتيفز بتيجي زي ما نحكي احنا الفضفضه، يعني انت ما بتكون قاعد انه بتسال فيه وبتجاوب، عكس ان ديبث انترفيوينج انت بتكون عم حرفيا عم تسحب منه معلومات، بتساله وبيجاوب، بتساله وبيجاوبك. اما الناراتيفز لا، انت بتتركه يحكي زي ما بده براحته، بعدين انت بالاخير ممكن وممكن لا انه ترجع تحكي له الشغلات اللي حكاها وتتاكد انه كل شيء صح، انه كل شيء انت فهمته بطريقه صحيحه او لا. فاول شيء ان ديبث انترفيوز. The theoretical rules of in-depth interviewing are in what is known as the interpretive tradition. In-depth interviewing is repeated face-to-face encounters between the researcher and informant, directed toward the understanding informants' perspectives on their lives, experiences, or situations as expressed in their own words. يعني انت بدك تضلك زي ما حكينا repeated face-to-face encounters، بدك تضلك تشوفه تحكي له ويحكي لك، تحكي له ويحكي لك، وبدك تسأله عن شغلات بحياته، تجاربه، شغلات هو عايش فيها. طبعا كل ياتا expressed in their own words، يعني انت بدك اياه هو نفسه يحكي، ما بدك انت تحكي، بس انت بدك تدفعه يحكي، لانه عكس حكينا النارتيف لا، ما بدك تحكي ولا اي شيء، بضلك ساكت وهو بيحكي. اما هون انت بتدفعه يحكي عن كلماته الخاصه. This definition underlines two essential characteristics of in-depth interviewing. بحكي لك هذا التعريف بيعطيك خاصيتين لل-in-depth interviewing. It involves face-to-face repeated interaction between the researcher and the informant. حكينا لازم وجهك بوجهه وضلك تعيد وتزيد بين بعض وترد يعني تتناقشوا. It seeks to understand the latter's perspectives. يعني انت اول اخر ليش انت عم تسأله وليش عم تحكي؟ ممكن تحكي كثير، انت ممكن تحكي اكثر منه، بس اول عاخر بس عشان تفهم شو وجهة نظره بالموضوع. فوكس جروب حكينا نفس الشيء، بس انه عن طريق انها بتكون مجموعة مش بس فرد لفرد. The only difference between a focus group interview and in-depth interview is that the former is undertaken with a group and the latter within an individual. In a focus group interview you explore the perceptions, experiences and understandings of a group of people who have some experiences in common with regard to a situation of or event. حكينا نفس الشيء، ما بتفرق، بس انه بدل شخص بيكونوا مجموعة اشخاص بس كلياتهم عندهم situation or event يعني مقارب، يعني عايشين نفس الشيء اللي عاش الشخص الواحد. فبحكي لك شوية ملاحظات. broad discussion topics are developed beforehand either by the researcher or by the group. قبل ما يبلشوا النقاش الفعلي بيكون اكثر من موضوع يعني طرحوه، بحيث انه زي ما يحكوا يعصفوا، يعمل عصف ذهني ويحركوا الأفكار وهيك، سواء الريسيرش نفسه بيعمل أو الجروب مع حاله هو بيحكي. المهم يعني قبل ما يبلش البحث بيكونوا الناس حكوا مع بعض أكثر وتفاعلوا مع بعض أكثر. This provide a broad frame for discussion which follow. زي ما حكينا هاي الشغلة بتدفعك لأنه بس يجي النقاش الفعلي أنت تكون خلص حركت مخك، أخذت علي معك، انكسرت أي رهبة أي شيء، ف النقاش الفعلي حيكون بناء أكثر.
the specific discussion points emerge as a part of the discussion. حكينا ما يعني ما بنوصلها بطريقة مباشرة لا يعني خلال النقاش بنوصل النقطة اللي احنا بنبحث عنها. Members of a focus group express their opinions while discussing these issues. حكينا بدنا نسمع من الناس مش انه صح احنا بنحكي بهاي الطريقة البحث اللي in-depth والfocus group احنا بنحكي بس اول اخر لحتى نفهم من الناس ونسمع آرائهم. Express their opinions خلال النقاش نفسه. Narratives حكينا غير. Narratives انت ما بتحكي ولا اي شيء. Narratives have almost no predetermined contents except that the researcher seeks to hear a person's retelling of an incident or happening in his or her life. انت ما عندك ولا بتعمل اي شيء ولا بتقدم اي شيء ولا بتسال ولا اي شيء. Essentially the person tells his story about an incident or situation and the researcher listens passively. ايش يعني passively؟ يعني انت ما لا بتحكي ولا بدا يعني ممكن كبيرها انك تهز راسك بس او انه تفرجي انك يعني متعاطف معه بس مش اكثر وما في داعي تسأله أي سؤال ولا هاي طالما هو بيحكي أنت بتسمع فقط. The researcher lets the person talk freely and without interrupting. ما بيقاطع. Narratives are a very powerful method of data collection for situations which are sensitive in nature. بيحكوا لك إنه الشغلات الحساسة صعب صراحة إنك تروح تسأل بشكل مباشر شبه مستحيل أصلاً إنك تأخذ معلومات صافية. لا بدك تضطر انه خلص بالعقل يعني زي ما تحكي انه تسحب منه حكي مش قصدي بطريقه سلبيه يعني بس انه تسحب منه حكي وهو مرتاح هو مطمن يعني مش لما تكون توجهه بصوره مباشره. نفس الشيء narratives may have a therapeutic impact. بحكوا لك المعروفه يعني منطقيا فضفض الواحد مرات بفضفض بيرتاح. Telling their story may help a person to feel more at ease with the event. Having completed narrative sessions, you need to write your detailed notes and give them back to the respondent to check for accuracy. يعني بعد ما تخلص الجلسة لازم إنه بعد ما تأخذ النوت تاعونك ترجع تراجعهم مع البني آدم اللي حكى لك إياهم على أساس تتأكد إنك فاهم كل إشي 100% خاصة الجلسات زي هيك ممكن يكون واحد عاطفي فيها زيادة أو هاي فممكن يشطح مرات أو إشي زي هيك فلازم أنت تكون تسجل كل إشي بعدين ترجع تتأكد من الشخص نفسه قبل ما إنك تبني عليها أي إشي. آخر شغلة هيك نكون خلصنا هاي آخر شغلة بالمحاضرة ومادة المد كاملة هي collecting data using secondary sources. إنه مش أنت تجيب المعلومات من حالك تروح تجيبها من مكان جاهز. There are occasions where your data have already been collected by someone else and you need to only to extract the required information for the purpose of your study. يعني المعلومات موجودة بس انت بدك تروح تستخرج منها البيانات موجودة بس بدك تروح تستخرج منها المعلومات اللي انت بتهمك. In qualitative research you usually extract descriptive, historical and current. حكينا مش بالمحاضرة هاي قبل الكواليتاتيف بيهتم أكثر بالهيستوريكال والكورنت ونارتيف ما بيهتم بالأرقام بشكل كبير. أما إن كوانتيتيف ريسيرش ذا انفورميشن اكستراكتد از كاتيجوريكال أور نيوميريكال اللي هي شغلات عددية. بحكيك طب من وين ممكن نجيب هاي الشغلات؟ government أور سيمي government publications الشغلات الحكومية such as the census اللي هي الإحصاءات العامة vital statistic registration مش عارف ايش اسمه بالعربي بس انه نفس جزء الاحوال المدنيه labor force surveys بيانات الوفاه health reports اي شيء حكومي ممكن يفيد. early research ممكن انك تستخدم بحث سابق بفيد برضه. personal records بني ادم مثلا بسجل مثلا هاي بحكي لكم دايريز يوميات حدا روايات شيء هاي اذا كان طبعا يعني شيء يمكن الوثوق به مش اي حدا ممكن تاخذ منه. ماس ميديا ممكن شغلات تلاقيها بالإعلام ريبورتس ببلشد ان نيوز بيبر ماجازينز اون ذا انترنت بأي مكان بتقدر ترجع له بس زي ما حكينا هذول الشغلتين بالذات لازم يكونوا مضمونين لأنه سهل كثير إنه يكون هبد يعني. وآخر إشي بحكي لك إنه طب شو المشاكل اللي بتواجهني بالكل الإهدادة إنه من سكندري سورسز يعني إشي كثير منيح بدل ما إنه أتعب حالي وأرجع من أول وجديد أدور مش عارف شو طب ليش ما خلص دائما أعمل. بيحكوا لك لا مش دائما بيكون الإشي صح. ليش؟ validity and reliability مش دائما المعلومات صحيحة 100%. personal bias
ممكن برضو انه البني ادم اللي في جمع المعلومات كان عنده بيأس معين انت مش منتبه له لانه هو مش مبينه، فانت بتاخذه وانت مش حاسس. availability of data ممكن المعلومات صحيحة وما فيها اشي بس ما بدهم يعطوك اياها. هذه مثلا لو بدنا انت دكتور تمام وبدك تعمل بحث عن مرض السرطان، لو بدك تروح على مركز الحصان للسرطان تحكي لهم اعطوني والله الاحصائيات تعيدكم خلال اخر 10 سنين، حيحكوك روح يعني ما حيعطوك اياها، ما بيعطوها لاي حدا لانه المعلومات ذات قيمة قيمة جد يعني، وفي ناس بيستثمروا فقط في المعلومة شراء المعلومات وغيرها يعني، فمش دائما انه بيقدروا يوفروك اياها بسهولة. اخر اشي فورمات ممكن موجودة، ممكن هي صحيحة وموجودة ومتوفرة وكل اشي وكل اشي، بس موجودة بطريقة عشوائية جدا وعجقة وبتغلب وحالتك حالة، فانت بتختصر على حالك تحكي لا مش مشكلة بيني الله رب بروح بجمع لي كم مجموعة كم معلومة على السريع ولا ابلش بالكومة هاي لحتى اطلع منها شغلة صغيرة تفيدني. فبس هيك بتكون خلصت المحاضرة وخلصت معها مادة المد. بتمنى انه ما نكونش قصرنا معكم انا وكافة زملائي، ولحد هون نراكم على مادة الفاينل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.